هذه النقطة الثالثة اللي صورنا، الخامسة ولا السادسة، انا راه كنحسبوا لي فيديو. عاوتاني هذه المنطقة هذه هانتوما كما كتشوفوا التوارو والازبال، الصورة كتعبر على نفسها. هاد المناطق كاملين كما كتشوفوها حشومة كاع. هذه رسالة للمسؤول، حنا دايرين حملة النقط السوداء في مدينة ويسلا، نوريهم للمسؤول، لا ما شافهمش هو حنا نوريهم له. كنا غنديروا واحد الحلقة زعما 30 تيبان لي، واقيلا غادي نوليو في 90 حلقة، في 90 حلقة واقيلا اللي غادي نوليو، لأن هادشي كتير بزاف. ها شوفوا الأزبال، حشومة دابا ويسلا، من ما درتي غتلقى الزبل. بمعنى هادي علاش ما تكونش مساحة خضراء؟ فين راه المسؤول؟ فين راه كيما تيقولوا فين المنتخبين ديال هاد المدينة؟ ها الأزبال، يلا تحقدنا نصورو حنا المعرف هذا سميتو داكشي ديال الحولي ولا ما الصوفة ولا ما تيقولوا ديال الخروف. شي مرة واحدة إلا دارو هادشي ديال النظافة غادي تلقى الدنيا، ديك الساعة راه تجيران غيساهمو. شوف هادي حدا الركيزة عاوتاني، العافية، هادو ديال البناء، ولكن كيبان لي هنا العمارة مازال خدامة، مازال خدامة هادشي، هذا ممكن عنده عذر لأن مازال البني جديد، مازال غيحيدو كلشي في التالي ويشطبوه إن شاء الله بإذن الله. شوفوا هاي قطعة خاوية اللي تيبني تيلوح فيها، كاين البني هنا جديد تيلوح فيها المتلاشيات، هادشي طويل بزاف. المهم ما كنبغيوش، راه كاين البلايص اللي تنحاولو نتهربو ندورو الكاميرا على حساب الناس، أنا ما نجعزوهمش، تيكونوا جالسين، كاين اللي مع وليداتو. المهم هذه النقطة أخرى من مدينة ويسلان، المسؤول والشكر الجزيل لجميع الإخوة اللي كيتعاملوا معنا في الكومونتير. أي بلاصة بانت لكم عطيوها لنا في الكومونتير، غادي نصوروها بالصوت وبالصورة ونحطوها في القناة. شكرا لكم من جريدة ويسلان نيوز.